السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صيام النافلة يظن بعض الناس أن الإنسان إذا صام صيام نافلة كمثال صيام يوم عرفة، صيام عاشوراء، صيام تاسوعاء، أي صيام نافلة لو واحد أكل أو شرب ناسيا يقولوا له صيامك باطل. هذا كلام غير صحيح. إذا كان في صيام الفريضة قال عليه الصلاة والسلام إنما أطعمه الله وسقاه. لكن لو شفت واحد يأكل ويشرب سواء كان صيام نافلة أو فريضة تقول فلا ترك صائم ذكره وصيامه صحيح. لكن بعض الناس يقول أن إذا كان صيام نافلة لو احتلم وهو صائم صيام باطل، لو أكل وشرب ناسيا وهو صائم صيام نافلة باطل. هذا كلام غير صحيح. الحكم واحد بين صيام النافلة والفريضة إلا بتبييت النية قبل طلوع الفجر، قبل يعني يضع الفجر يأذي الفجر، واحد ينوي في قلبه يعقد في قلبه أني أنا بصوم غدا بدون ما يتكلم، ما يترفض بالنية. أما صيام النافلة لو واحد نايم قام الظهر ونوى وعقد الصيام بعد الزوال ما عليه حرج، صيامه صحيح إن شاء الله تعالى. لكن السؤال، لو واحد عقد نية الصيام بعد الزوال أي بعد الظهر ولا بعد العصر، قام من النوم الساعة 2 الظهر بيعقد النية، هل يأخذ أجر نفس اللي صام وأمسك من قبل الفجر؟ لا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهنا يختلف الأجر، ممن عقد النية من بعد الزوال خلاف الذي عقد النية قبل الفجر. لكن لو واحد عقد قبل الفجر ونام جزء من النهار وقام الظهر كذا كمثال، صيام إن شاء الله صحيح ومقبول إن شاء الله تعالى. لا نفرق بين صيام النافلة والفريضة إلا في عقد النية قبل طلوع الفجر، الله أعلم وأعلم. وفي سؤال مهم من النساء، واحدة تقول أنا صائمة صائمة صائمة، قبل أذان المغرب بلحظات حست بآلام الدورة بس ما كشفت نزل الدم أو ما نزل، بعد ما أذن المغرب نزل الدم، صيامه صحيح. لكن لو نزل عليها الدم قبل أذان المغرب الصيام لا يصح لها الأجر، سواء كان صيام عرفة أو صيام عاشوراء، لأنها لها نيتها. هني الدين يسر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله يعلم نيتها أنها تصوم، لكن جاءتها حيضتها وجاءتها العادة الشهرية فهي معذورة. لكن لو كان صيام رمضان تقضي هذا اليوم، نزل عليها الدم قبل أذان المغرب بربع ساعة خمس دقائق نزل الدم، في الحالة هذه تقضي هذا اليوم. لكن لو نزل الدم بعد الأذان وما صلت المغرب في الحالة هذه الصيام صحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم وأعلم.